ابتدينا شغل خلينا نقول يعني باي وشغل وقاي من بلده. كان عندي شغف ان هو يجي مصر من سنين طويله، عملت اكتر من محاوله. ده دايما كان بيبقى في مشاكل تايمنج، دايما في مشاكل تواصل احيانا. بس انا من تقريبا 2019 وانا عندي رغبه من بلده يكون موجود في مصر، واحد بعيدا عن حجمه الكبير في صناعه السينما العربيه، واحد من اهم صناع السينما على قيد الحياه، وهذا لا زال المواصلين مشوارهم بالاسم. خلينا نقول لو افتكرنا اهم 100 فيلم تاريخ السينما العالميه لن يخلو من كذا فيلم ليه، يعني شيرنا العبيده اسمه ضخم جدا في الصناعه. بس كمان هو حد في الكارير بتاعه شغوف بفكره تعليم السينما جدا، هو حد لا زال لحد النهارده بيدرس في اكثر من جامعه السينما في المانيا، مهتم ان هو يعمل ورش، مهتم ان هو يعد جيل جديد من السينمائيين. ودي حاجه انا كنت شايفها مهمه جدا ان هي التجربه تتنقل لمصر. انا كنت شغوف بالتكريم، يعني تكريم حد في حجم بلاطه واكيد اضافه معجله قاهره، بس فكره عمل ورشه سينمائيه المخرج بالحجم ده، واعتقد ان ممكن تبقى المره الاولى. احنا دايما عارفين فكره الماستر كلاس اللي بيسمح بيه وقت مخرج ويجي يعمل ماستر كلاس من بيته ساعتين بالاضافه للجنه التحكيم او التكريم. بس فكره الورشه دي فكره جديده بكل المقاييس في المحاماه، ورشة مع حد بالحجم ده كمان بالاسم ده جديدة. فأنا ده الشغف اللي كان عندي، اللي قلت لما توقعت فرصة التواصل كمان من خلال مجموعة من الأصدقاء سهلوا لي إن أنا أبقى على تواصل مباشر مع بيلا طارق. لما الفرصة دي اتخلقت قلت يلا نجدد المحاولة تاني. والحقيقة هو كان متحمس جدا، ومتحمس كمان لفكرة الورشة أكتر من التكريم. هو فرح إن مهرجان القاهرة بيكرمه، بس طول الوقت أسئلته كلها متصبة على الورشة. نشتغل كام ساعة في اليوم، نختار الفيلم ميكرز ازاي. واعتقد ان لا، يعني حاجة من الحاجات اللي بجد انا يعني الكي بوينتس بتاعت الدورة بتاعتي، ان احنا قدرنا نجيب بلا طارق، ان احنا قدرنا نعمل ورشة، ان احنا في 10 او 12 مخرج شاب هيشتغل لمدة 10 ايام مع المخرج ده. دي حاجة سعيد بيها. بالنسبة لكامل او جايزة كامل حمامة للتميز، اعتقد كان انا دايما جايز اتوجه للفنان في الميد بوينت في الكارير بتاعه، حد عمل اسم، حد عمل مشوار مهم. خليني اقول ان كانت بتنطبق عليها كل الصفات دي. مخرجه بتقتحم عالم، للاسف لا زال في مصر عالم ذكوري جدا، قليلين المخرجات اللي قدروا يقتحموه. صنعت لنفسها اسم، الناس بتنتظر اعمالها باسمها، سواء كانت للسينما او للمسلسلات. وده حقيقي، اعتقد اي حد في الشارع تحته ممكن ينتظر مسلسل كامل او موسيقى او يدخل فيلم كاسم كامل او كيف. وهي مساحه برضه خلينا نقول عدد اقل من المخرجات اللي قدروا يعملوها. في مخرجات عملوا افلام مهمه جدا في السينما، بس يعني فكره التماس مع الشارع المصري والتماس الاسم مع الشارع المصري دي برضه اعتقد ان في كارير كامله ممكن يكون في منتصف الطريق يعني او بداياته اللي مش قدامها كتير تقدمه. لا، هي خطوه مش معتاده خالص ان المخرجات قدرت تحقق كل النجاحات دي في الفتره القصيره دي، وتطرح اسمها في هذا العالم للاسف. واتمنى ان ده يتغير، انه لا زال عالم ذكور بيشكل ابين صناعه السينما في مصر. البلوغه طبعا هو السؤال ازاي لسه ما كملش لحد دلوقتي. البلوغه بالنسبه لي ممثله لكل المقاييس هي بتستحق هذا التكيف. لحد كان ستايل من ستايل صناعه السينما في الناحيه التجاريه، لحظه معينه من الكارير بتاعها في التسعينات بنكتشف ممثله تقيله جدا بره اطار السينما التجاريه، بره اطار الاستعراض والكوميديا اللي هي عرفناها فيها. حد تمرد على عباءه الدم الخفيف ده اللي كلنا بنحبها فيه، الافلام الاستعراضيه، الافلام الكوميديه حتى اللي انا بحبها لها جدا. هنشوفها ضد الحكومه مع عاطف طيب بتلعب دور الشرير او المحاميه الفاسده، او نشوفها بعديها في ليله ساخنه بتلعب دور البروستيتيوت اللي لعبته بوجه اخر كان استحاله نتخيلها فيه. نروح لجنه الشياطين، دور المراقب اللي عملته فيلم جنه الشياطين مع حسام فوق، اللي انا اعتقد ده كيلر من مشوار اللي دور حبة في الفيلم اللي بجد انت بتشوف ممثله ثانيه. الفيلم حاز نجاحات ودورها فيه ده يعني was praised من مجلات سينمائية عالمية ومن نقاد عالميين، من عرض الفيلم في لوكارنو وفيما بعديها الفيلم الأعلامي في تاريخ السينما المصرية ده، والبرفورمانس الغير مسبوق والوجه الجديد اللي شفناه لبلبة فيه. فيوسف شاهين في الأخر ثم اسكندرية نيويورك. لا، ممثلة دايما عندها الجديد اللي تقدمه، ممثلة طوال
منطقة معينة تمردت على الشكل اللي الجمهور حطها فيه أو شكل المخرجين حطها فيه، وأثبتت إن هي قادرة إن هي تتلون وتعمل نجاحات مختلفة. هي تستحق التكريم ده بكل المقاييس، يعني بالنسبة لي التكريم متأخر جدا كمان.